بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في القعده اللي فاتت كنا بنتكلم عن ربنا اللي ابدع في الخلقه وقدم كل شيء من اجل الانسان، وشفنا عمل الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس من اجل الانسان، وازاي ان كنا في ذهن الله وموضع اهتمامه حتى بعد السقوط ايضا ادانا الوعد الالهي بالخلاص. سمعنا اول وعد الهي يقول ايه؟ اضع عداوة بينك بين الحية وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، وهو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. تكوين الاصحاح الثالث الاية 15. موضوع ده شغل ذهن الانبياء وايضا الرسل والتلاميذ، ويكفينا انه اذا رجعنا لبولس الرسول في رسالته الى اهل روميا في الاصحاح السادس الآية 20 يكلمنا عن الحية القديمة اللي سحق رأسها السيد المسيح. وايضا يوحنا الحبيب في رسالته الاولى في الاصحاح الثالث الآية 8 يتكلم عن هذه الحية القديمة، وايضا في سفر الرؤيا. يعلن معلمنا بولس الرسول تحقيق هذه النبوة بكل وضوح في الرسالة إلى أهل كولوسي إلى الأصحاح الثاني الآية 14، لما يقول إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، أي في الصليب. وهنا كأن الحية قد انسحقت تحت أقدام المصلوب، وفقد إبليس سلطانه وفقد أيضا رئاسته وأصبح في حالة هزيمة. في نقطة مهمة بالنسبة لهذا الوعد الإلهي، وهو أن أول ما قدم هذا الوعد بعده تغيرت صورة العبادة. العبادة الأولى حسب تخيلي كانت العبادة في جنة عدن قبل السقوط كما تخيلها ان آدم وحواء كانوا عايشين، كل الجنة عبارة عن بيت الله، والذبائح اللي بيقدموها ذبائح التسبيح والشكر والتهليل والفرح باللقاء مع كلمة الله اللي هو تجسد وصار السيد المسيح، ونسمع وكان صوت الله ماشيا في الجنة. ازاي كان بيتقابلوا مع صوت الله الماشيا في الجنة؟ كل كيانهم كان بيتهلل. بعد السقوط واخذ الوعد الالهي بالخلاص دخل في العبادة جانب اخر، لان بدأ الخوف يدخل ونوع من العداوة بين الانسان وبين الله، فاصبح الانسان محتاج الى مصالحة. هذه المصالحة تتم عن طريق رمز وهو الذبائح الحيوانية. وهنا برضو عايز اقف عند الذبائح الحيوانية. لما نسمع عن ربنا ان البس ادم وحواء البسهما لباسا من الجلد، يعني معناها في حمل او في حيوان الذبح واتخذ الفروة بتاعته وبقي بيها لباس لبسه ادم ولباس لبسته حواء. اذا كانت في ذبيحة، وحتما ان ادم وحواء لاول مرة يتعلموا هما الاثنين، تعلم الحاجة الى ذبيحة، ذبيحة مصالحة تصالح بين الله والانسان. ونلاقي جميع القبائل تقريبا وجميع العالم حتى قبل اليهودية، عند المصريين، عند الأشوريين، عند البابليين، عند اليونانيين، عند الرومان، كلهم كانوا بيقدموا ذبائح حيوانية أو ذبائح طيور. عايزين نسأل كل هذه القبائل من فين اتعلمتوا حكاية تقديم حمل أو خروف أو ثور أو طير من الطيور ذبيحة للآلهة؟ يقول لك دي استلمناها. آدم سلم هذا الطقس من جيل إلى جيل، ولكن هذا الطقس ما كانش ليه القدرة
على المصالحة بين الله والإنسان. مش معقولة أروح أتخانق مع ابني فلا مؤاخذة أروح مثلا أجيب حمل ولا قطة ولا كلب أقول له ممكن تصالحني على ابني، تيجي إزاي دي؟ مش ممكن الله الخالق وتحصل عداوة مع الإنسان صورة الله ومثاله وبعدين نيجي نقول نذبح حمل والحمل يصالحنا مع بعض، أو كبش أو خروف أو بقرة أو تور إلى آخره. إذا الذبيحة كانت رمزا لذبيحة المسيح اللي هو واحد مع الآب، وهو صار أيضا واحدا معنا فضمنا احنا الاثنين وصالحنا مع بعض. ولو مسكنا الكتاب المقدس من اول السقوط لغاية حتى دخولنا السماء نلاقي الموضوع الحيوي هو مصالحة الله مع الانسان. الله يشتاق ان يحقق العدل الالهي، والله ايضا كل حب، ولا يمكن أن يغفر بشيء من عدم العدالة. ولكن كيف يتحقق العدل الإلهي مع الرحمة الإلهية؟ إن كلمة الله الكلي الحب سيد المسيح، كلمة الله المتجسد، يقدم ذات ذبيحة تحقق العدالة الإلهية وأيضا تعلن الحب، اللي نقول أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تقول لي طيب آدم وحواء غلطوا، إيه يعني الاحتياج إن يجي كلمة الله ويتمم هذه المصالحة؟ ما خلاص الناس غلطوا، ولادهم يطلعوا حلوين. طب قولوا لي تعالى نشوف ولاد آدم وحواء، مين علم قايين إن يقتل مين؟ إن يقتل هابيل، ويقول عنه الكتاب لأنه كانت أعماله بارة. إيه؟ يعني الذنب اللي عمله هابيل إنه كان إنسان أعماله بارة، دي الخطية بتاعته، زي ما كانوا وما زال لغاية النهاردة يقول كثير من الآباء زي القديس أمبروسيوس، وزي ما في سفر الأعمال، إن الجريمة الموجهة ضد المسيحيين هي جريمة الإسم أنهم مسيحيون. يعني الذنب الملايين الملايين من المسيحيين قتلوا في العالم، أو البلايين قتلوا عبر العصور، كانت جريمتهم هي إيه؟ إنهم مسيحيون. فالجريمة هي جريمة الإسم. لما نبص نلاقي قايين بيقتل مين؟ إنسان بيحب ربنا. قايين مش قادر يحتمل ربنا، في عداوة جواه. ولما هابيل بقدر الإمكان بيحب ربنا وعايز ينفذ الوصية، قال له ما نتعاملش مع بعض، وقام وقتله. تقول لي دي غلطة، أقول لك بلاش قايينه. طب إيه رأيك في عيسو مع يعقوب؟ إيه اللي عمله يعقوب لعيسو؟ بلاش يعقوب وعيسو، تعالى ناخد يوسف وإخواته، شاول الملك وداود الملك. ايه جريمة داود؟ انه انسان الله بيحب ربنا، صحيح خاطي وليه ضعفاته، لكن مشتاق يعيش مع ربنا. شاول لا يطيق اي واحد يحب ربنا. اذا يا احبائي، في ورثة خطيرة ورثناها من ابينا وامنا الاولين آدم وحواء، وهو ورثة الفساد. على رأي القديس أغسطينوس يقول إيه؟ يقول أنا مش متذكر وأنا بيبي كنت بعمل إيه، لكن حتما لما كنت على صدر مامتي، لو هي أخذت الطفل وخدته على صدرها كنت بخبط راسي في صدرها عشان مش عايزها تاخد هذا الطفل على صدرها. مين علمني وأنا بيبي صغير قبل ما أتكلم وقبل ما اتعامل مع العالم الخارجي بكثرة، مين علمني الغضب؟ مين علمني الأنانية ان صدر مامتي انا ارضع منه وما اسمحش لحد غيري يرضع منه؟ مين علم الطفل الصغير
العصيان، لو انا اجيب الكوبايه دي وسط الولاد اقول لو سمحتوا انا طالع مش عايز حد يلمس الكوبايه، الكوبايه ما فيهاش حاجه، لكن عشان قلت كده لو انا اطلع كده كل واحد يجي يلمس الكوبايه يقول فيها ايه. اذا جوايا ناموس زي ما بيقول بولس الرسول في رسالته الى اهل روميا الاصحاح السابع، دخل فينا ناموس اسمه ناموس الخطيه، ودخل فينا طبيعه اسمها طبيعه الفساد، واصبح الانسان بطبيعته يميل للفساد. يعني تعالوا نرجع للتاريخ العام، بلاش تاريخ الكنيسه، مين اللي علم القبائل في القرون الاولى ان القبيله تهجم على قبيله بلا سبب؟ تقول بتهجم عليه ليه؟ ما انت معاك ارضك وهو معاه ارضه، وانت معاك غنمك وهو معاه غنمه، ما تعيشوا حبايب مع بعض؟ ما يقدرش، لان جواه ناموس اسمه ناموس الخطيه، بيحب ان ايه؟ يبقى اناني وصاحب سلطان ويبقى سيد والاخرون يبقوا عبيد ليه. احنا ورثنا ورثة خطيرة، لكن ايضا ورثنا ورثة جميلة ورائعة، وهي ورثة الوعود الالهية، سواء في سفر التكوين او في الاسفار التالية اللي هي مجيء كلمة الله المتجسد لكي يقدم نفسه ذبيحة من اجلنا ويصالحنا، مش بس يصالحنا مع الاب، ويهبنا بروحه القدوس في مياه المعمودية البنوة لله، ويصبح لنا حق الايه؟ حق التبني. ما للمسيح فهو لنا، أخذ الذي لنا، أعطانا الذي له، فلنسبحه ونمجده. في سفر التكوين يبقى الله أبدع في الخلقة وأظهر لنا سر الثالوث، وكشف لنا عن المسيح القادم، كلمة الله اللي من نسل المرأة اللي يسحق رأس الحي. الحقيقة سفر التكوين هيدينا صور رائعة لعمل المسيح فينا. أرجو أن ربنا يفرح قلبنا كلنا ويحول الإنجيل بتاعنا مش لدراسة أكاديمية ولا لقراءات فكرية مجردة، ولكن لجلسات هادئة ما تحت قيادة روحه القدوس لكي يمتلئ قلبنا فرحا ونفوسنا تهليلا، ونعيش في فرح الروح، نتمتع بعمل المسيح، عمل الثالوث القدوس فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.